اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دايما بنبدأ بالصلاة على رسول الله عشان ربنا يطرح في كلامنا وفي حالنا وفي حياتنا البركة. بس من حق ان انا احلم ومحدش ليه دعوة بحلمي، اصل مفيش سقف لأحلامي. عارف ليه؟ علشان انا مصري. هتلاقيني بحب كل الناس، كرامتي تاج فوق راسي. اسمع مني وما تسمعش عني، اصل الزمن ده زمن المنافقين. فاسمع مني وما تسمعش عني. لو في يوم زعلت مني تعال وقولي، وانا هبوس دماغك واحب على راسك، اصل في الاخر انت مني وانا منك. أبدأ مع حضراتكم برنامج ضد الفوضى النهاردة بلقاء أنا بعتبره لقاء السحاب. معايا الأفاضل البهوات المحترمين، إخواتي المرشحين على منصب نقيب المحامين بشمال الجيزة، معايا الأستاذ مصطفى عبادة الوكيل السابق لنقابة الجيزة. منورنا يا استاذ مصطفى، منورنا حضرتك. معايا الاستاذ ممدوح الماحي المحامي بالنقد والنقاب السابق بنقابه شمال الجيزه، منورنا يا استاذ ممدوح. منور معالي، الله يستر. معانا الاستاذ خالد الابنوبي المرشح على منصب نقيب شمال الجيزه والنقابي ايضا السابق بشمال الجيزه والمحامي بالنقد، منورنا يا استاذ خالد. الله يكرمك، نورتونا. معانا الأستاذ صبحي الألعاوي أمين عام نقابة المحامين بالجيزة حاليا والمحامي بالنقد والمرشح على منصب النقيب في شمال الجيزة، منورنا يا صبحي بيه. أهلا وسهلا بك يا ولد، منورنا كلكم يا رب العالمين. أنا ليا الشرف إن حضراتكم معايا ومنورني ومأنسني، لأن النهاردة إحنا بنتكلم على أهم مهنة في التاريخ، مهنة المحاماة. لأن من غير مهنة المحاماة يا جماعة لن تتحقق العدالة ولن يكون هناك سيادة للقانون. أعرق وأعظم وأشرف مهنة للي معرفش عنها، هي أشرف وأعرق مهنة في التاريخ. ألا بالمناسبة قبل ما أبدأ مع البهوات المحترمين، الروب الأسود ده اللي اتصدر لنا من فرنسا بيلبسوه علشان في يوم من الأيام قاضي حكم على واحد بالإعدام وهو مظلوم كان بريء. فالنهاردة البهوات الأفاضل دول اللي معانا النهاردة ومنورنا بيعملوا بأشرف مهنة وأعرق مهنة، ومن غير الصدق والأمانة في المهنة دي لن تتحقق العدالة. بس النهاردة احنا شأن نقابي علشان نقابة شمال الجيزة دي نقابة مؤثرة جدا 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 في تاريخ نقابة محامين مصر. يا ريت الكلام ده الناس تعي وتفهم ما معناه. في يوم من الأيام من نقابة الجيزة دي كان نقيب محامين مصر، نقابة مؤثرة، نقابة تحتوي على دوائر خطيرة جدا، كرداسة، العجوزة، أوسيم، إمبابة، دوائر مؤثرة في الجيزة برمتها. أنا النهاردة ببدأ الشأن النقابي بأكبر الأعضاء في ضيافة البرنامج النهاردة، الأستاذ مصطفى عبادة النقابي السابق وكان وكيل نقابة المحامين بالجيزة وقائم بأعمال نقيب محامين الجيزة، وكان قائما بأعمال النقيب نقيب الجيزة. نقيب الجيزة. طيب انا هبدا مع حضرتك يا استاذ مصطفى. حضرتك يعني كده انت يعني سابق بالنقابه ولك عمل نقابي واضح اكيد. طبعا طبعا. طيب النهارده المحامين شكاويهم كترت ومشاكلهم كترت واصبح بيعتبروا ان النقابه لا تؤدي ما عليها من حقوق تجاه الاعضاء. حضرتك ماذا ستقدم
لنقابة المحامين بشمال الجيزة؟ عشان أقول دلوقتي السؤال إن أنا هقدم شيء للمحامين في نقابة الجيزة، أبقى أنا النهاردة مش عارف حاجة. ليه؟ مطالب المحامين كتير جدا ومطالبهم متغيرة، ما نعرفش كل المطالب كتير قوي، وكل واحد له مطالب أو له مطلب شكل. تمام. فالنهاردة أنا لما بقعد حتى مع المحامين، حتى لما كنت حتى قائم بأعمال نقيب المحامين بالجيزة، وكنت بقعد أو بجالس المحامين، كنت بعرف إيه المطالب المحامين. وأنا لما مسكت كقائم بأعمال نقيب محامين الجيزة كان في مطالب للمحامين، زي كان السيارة دفن الموتى، أول من وقع على شراء سيارة دفن الموتى لمحامين الجيزة كنت أنا أيام ما كنت ماسك كنقيب. اللي بنى مسجد في قلب نقاب بقلب نادي المحامين كان برضه من توقيعي برضه إن أنا قمت برضه بإنشاء مسجد للمحامين. فالنهارده مطالب المحامين يعني من ضمن المسجد ده كان مطالب المحامين، هم اللي كانوا طالبينه عشان كده عملناه. طب تسمح لي أقطعك؟ اتفضل. حضرتك بتتكلم عن مسجد وسيارة ونقل موتى، ماشي الكلام ده جميل، لكن المحامين بيتكلموا في الشأن النقابي، دي أعرق وأعظم نقابة في تاريخكم، مش في تاريخ جمهورية مصر العربية، في تاريخ العالم. نقابة المحامين دي في تاريخ العالم. احنا النهاردة بنتكلم عن شأن نقابي، ازاي المحامي يحس ان ليه ظهر؟ ازاي المحامي يحس ان هو، معلش انا اسف يعني، ليه كيان في المحكمة، بيرج المحكمة بدون اعتداء على حد؟ هذا هو الشأن النقابي. انا مش بوجه حضرتك في الكلام، لكن انا محتاج المحامين النهارده تسمعني، محتاج ان انا احس ان محامي فلان بيه، هو بيه فعلا، هو ما هو قضاء واقف. ايوه. فانا عايز احسس أو مش احسس، عايز استشعر هذا على ارض الواقع. استاذ وائل اتفضل. احنا قلنا مطالب المحامين كتير جدا، وده مش هيتأتى الا اذا كان هناك نقابه قويه. حضرتك مرشح النقيب يا استاذ مصطفى. ايوه. يبقى تتحمل. ما هو ما هم لو مشاكلهم كتير وانت مش هتتحمل، ما انا اسف، ما انا مع احترامي، ما انا اتحملت 12 سنه. مش جاي اتحمل النهارده. ما انا كنت كوكيل النقابه، ما انا اتحملت 12 سنه واتحملت سنتين قائم بالاعمال. وياما كان فيه هجوم علينا كتير جدا، لكن كنت بتحمل. انا مستعد تتحمل. بالظبط كده. بس ما هو اللي هيقبل العمل النقابي كتير. نتحمل بقى يا وائل. ماذا، ما هو الجديد عند مصطفى عبادة؟ ما هو الجديد مش هعرفه إلا من خلال المحامين، هم اللي هيقولوا لي إيه الجديد. طب أنت حضرتك ما نزلتش ليه وعملت هذا الأمر؟ عملت كتير. لا يعني الجديد دلوقتي ما نزلتش ليه؟ يعني أنا آسف يعني الجولة الانتخابية بتاعت حضرتك يعني ما سمعتش ليه؟ أنا آسف يعني. اتفضل. مش هجوما عشان ما حدش. اتفضل. ليه ما نزلتش ورحت ساحات المحاكم وساحات النقابة وساحات أروقة المحاكم نشوف الشباب المحامين عايزين، شيوخ المحامين عايزين إيه؟ حتى لو انت في اخطر نقابه. انا مش مرشح لوحدي عشان انزل كنقيب، انا مش منتخب من دلوقتي كنقيب للجيزه، لا، في افاضل موجودين مرشحين. انا موجه لحضرتك السؤال، ما هو لسه كل واحد. بالظبط كده. فانا على النهارده عشان انزل النهارده للمحامين في المحاكم او في غرف استراحه المحاكم واسالهم انتوا عايزين ايه، ابقى انا بضحك على نفسي، لان النهارده انا مرتبط. طب لو طب ربنا. هنغير السؤال بطريقه ثانيه. اتفضل. لسه وقت حضرتك معانا طبعا، كل واحد من البهوات هياخد وقته. اتفضل يا فندم. انا عايز خليني ما سمعتش منهم. انت عند حضرتك اكيد مسوده فيها مشاكل المحامين، هتحلها ازاي؟ ما هي مشاكل المحامين كتير يا قلبي. انا النهارده عشان اسمع عام يا مصطفى بيه يا فندم، وانا لازم اسمع مشاكل كل محامي عشان اقدر احل مشكلته. المشاكل كتير، كل واحد عنده مشكله، ازاي ان انا النهارده اسمع مشكلته واقدر احلها؟ ده مش هيجي الا غير لما اكون قاعد على الكرسي كنقيب عشان خاطر استقبل شكاويهم واقدر ان انا اقول اعمل ايه. طيب عشان ما حدش يفهم كلامي، انا ما بهاجمش على حد، بس انا عايز اقول فضل. هذا المنصب ان لم اكن قديرا به وانا اعلم ماذا سيحوي من بعد ان اجلس، لازم اعرف قبل ما اجلس يكون الموضوع فيه ايه. ما انا جلست بيه عليه. انا اسف، انا مش فاهم حضرتك قصدي. انت جلست سابقا. النهارده الدنيا كلها عايزه جديد، انا عايز اشوف جديد، عايز احس القديم ده خلاص نقفله، الجديد بقى. الجديد النهارده حضرتك، المحامي النهارده نفسه انه يحس ان هو له كيان. جميل. له حصانه. جميل. النهارده لما كنت اقف معاه
عشان خاطر اديله الحصانه اللي هو عايزها، مش يبقى مش عارف اكلم محامي. يعني حضرتك من ضمن البرنامج بتاعك حصانه المحامي. حصانه المحامي. والنهارده الاماكن اللي بيقفوا فيها في المحاكم والطرقات اللي بيقفوا فيها في المحاكم واللي هم بيشتكوا منها، ده اول شغل الشاغل ان انا النهارده اوجد لهم الاماكن المتاحه ليهم بحيث ان هو يبقى واقف مستعد. قصدي حضرتك ان الاماكن اللي معمول فيها النقابه، يعني النقابات الفرعيه، لا المحاكم اللي هي الاماكن المخصصه للساده المحامين، ايوه، في المحاكم، غير يعني مش على المستوى اللائق بالظبط. ده واحد ماشي. النهارده لما اكون مستني عشان خاطر يحضر جلسه، واقف في طرقه فيها اكثر من 20 30 40 50 محامي، واللي بيدخن واللي بيتكلم واللي بيعمل مش عارف ايه، بيبقى مش مركز. فالنهارده ليه ما يكونش كل الجلوس وكل المقابلات في قلب قاعه المحاكم؟ قلب القاعه، في قاعه موجوده يقعد فيها ويستريح ويشوف هيعمل ايه. لكن النهارده لما يبقى واقف في طرقه ويجي يشتكي يقول انا يا جماعه واقف في طرقه وما بدخنش والتدخين بيتعبني. طيب النهارده لما يجي يعترض النهارده ويخش رئيس محكمه عشان خاطر حضرتك هتعالج ده ازاي وانت اعتبر نفسك النقيب دلوقتي؟ علاقتي برئيس المحكمه لازم ان انا يبقى في لي علاقه ما بيني وما بين رئيس المحكمه عشان خاطر اقدر ان انا اعرض عليه مشاكل المحامين من حضور الجلسات على شرط هو كمان. انا هقول لحضرتك، ليس شرطا ان اكون نقيبا حتى اذهب الى رئيس المحكمه. معلش حضرتك، النهارده رؤساء المحكمه النهارده مش هيسمعني الا اذا كنت عضو نقابه. لا لا، أو رئيس المحكمه، رؤساء المحكمه عندنا الحمد لله ويمكن بهوات، يمكن الموضوع ده واضح، بيقابلوا اي حد. لا معلش، مع احترامي لحضرتك، مش اي حد. معلش انا اسف، انا نفسي معلش. انا مش قدام زمعيني. النهارده لو ما كانش معايا يبقى الاستاذ صبحي القلعاوي كامين عام المحكمه النهارده يخش معايا، مش هيدخلني. اللي واقف على الباب مش هيدخلني، هيقول لي معلش هات عضو نقابه وتعالى. فاخش انا اقول يبقى كل المحامين هتخش. احنا نتكلم، ما انا بس عشان هو الوقت بتاع كل واحد من البهوات يبقى ايه يعني، ما نعترضش يعني. بعد كده ممكن تاخد النقطه وترد على مصطفى. النهارده الدخول النهارده رئيس المحكمه او المتابعه او رئيس المحكمه العام او مش حقيقي كده من فراغ ان انا اخش اخبط على الباب واخش له اقول له في مشاكل للمحامين وكذا. لا، هيقول لي في نقابه، في نقيب يجي يكلمني، في نقابه تيجي تكلمني. فننتقل للنقطه الثالثه. اتفضل يا فندم. لا انا لسه وقت حضرتك معايا، لسه فاضل لحضرتك دقيقه. اتفضل اتفضل. يعني ايه بعد غير حصانه المحامي والاماكن؟ ان انا اشوف احتياج المحامين ايه، هو ايه اللي هم عايزينه المحامين. هل في استطاعتي ان انا بالظروف والامكانيات اللي موجوده في النقابه؟ ما هو الاحتياج ده وصفة بيه بيبقى قبل وليس بعد. يعني هم عشان بص حضرتك، انا طبعا انا مش قصدي والله، انا بس فضل بوضح البهوات معايا. انا بتكلم في جزئيه انني اسمع الاول من المحامين احتياجاتهم وهعرف هعمل فيها ايه. هسمع بصفتي ايه؟ ما هو مش كل واحد هيقعد. لا انت الان اصبحت، ما انت حضرتك مرشح على منصب النقيب يا فندم. ماشي، انا النهارده اذا كنت بقعد مع، ما انا بقعد مع المحامين. أوه. بس المحامين مش هيقولوا لي احنا عايزين يا استاذ مصطفى كذا وكذا وكذا. لا، ازاي؟ مش هيقولوا، ولو قال هيقول حاجات انا بعيد، مش هقدر، مش في استطاعتي. ليه؟ لان انا بتحكمني ظروف وامكانيات. ايه هي النقابه اللي انا لو انا دخلت هتبقى امكانياتي ايه في النقابه؟ اقدر من خلال النقابه ومن خلال الموارد دي اللي موجوده في. ما احنا كده يا مصطفى بيه، احنا لما نيجي نجيب حد حتى يعني اعتبر مش من البهوات اللي قاعدين معانا وحطيناه نقيب، هيشتغل برضه وهيعمل كل حاجه المحامين. ما هو النقيب دلوقتي يقدر يتوسع. لا مش اي حد حضرتك هيقدر يعمل. أنا اسف، مش اي حد. لا لا، على العمل النقابي حضرتك وائل بيه عمل صعب جدا. هو ده اللي عايزين نقوله. صعب جدا. ومش اي حد ان هو يقدر يتمرس في العمل النقابي. العمل النقابي له شأن تاني، له اختيار تاني، له قواعد تانية. مش يعني النهارده حضرتك، النهارده لما بيبقى نقيب او بيبقى امين عام او 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 الهجوم اللي بيبقى عليه حتى لو عمل او ما عملش جامد جدا، مفيش محامي النهارده حضرتك هيبقى مستريح من اللي بيتعمل له، عايز اكتر. طيب انا بشكر حضرتك على الكلام الجميل دون، وهبتدي يعني مع الاستاذ ممدوح الماحي المحامي بالنقد. مشرفنا ممدوح بيه، اهلا بيك. طيب هو نفس السؤال برضه، ماذا ستقدم حضرتك لزمايلنا واخواتنا المحامين في نقابه شمال الجيزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله بدانا حملتنا الانتخابيه من بدري على برنامج مؤهل تاهيل ومكتوب قلناه
على خطوات. أول خطوة في برنامج مرشح نقيب لمنصب نقيب فرعي، هو منصب له قيمة واحترام، إن النقيب أولا يكون متواجد في المحاكم، بيشتغل يوميا أو شبه يومي. احترافه للمهنة بتخليه معاصر لكل مشكلات السادة المحامين بشكل يومي. تمام. فبدأت بنقطة التأهيل المهني. برنامجي أولا أركز على كلمة التأهيل المهني بحقيقتها التي تتكون من تدريب، محاضرات، دراسات، حلقات نقاشية. النقابة الفرعية نفسها تقوم، غير النقابة العامة تقوم. وده واجبها الأول. وواجب النقيب الذي يتولى هذا المنصب أن يكون مهنيا بالدرجة الأولى. تمام. وكلمة المهنية تعني أنه يتحمل عبء إرساء هذه المهنية على الأجيال وخاصة شباب المحامين. لابد من تأهيل هؤلاء الشباب في بداية تدريبهم وعملهم في المهنة، لأنها مهنة شقة ومهنة واسعة ومهنة عظيمة ومهنة فيها ظهور من مختلف علوم القانون. في مهنة، في كمان الجانب الخدمي. الجانب الخدمي مهم جدا في نقابة شمال الجيزة بالذات. مركز في برنامجي على أكتر من نقطة في المجال الخدمي للمحامين. أولا إحنا كدولة وحكومة مصرية داخلة على منظومة إلكترونية. تمام. الدولة بدأت في هذه المنظومة، وزارة العدل قريبا هنبقى كلنا بالأرقام بجميع هيئاتها، شارع عقاري، مكاتب التوثيق، طب الشرعي، كل فروع وزارة العدل النهاردة بدأت تدخل في منظومة العمل الإلكتروني. هنبقى مجبرين على هذا. لابد من تدريب المحامين، وهذا واجب النقابة الفرعية وواجب النقابة العامة أيضا أن تساعد وأن تمد بكل إمكانياتها كل ما تطلبه النقابة الفرعية في هذا الخصوص وهذا المجال. من توفير أولا ندوات تدريب وورش تدريب للمحامين كي يدخلوا في هذه المنظومة. وأنا في برنامجي حاطط أن أنا لابد من إنشاء موقع أو أكثر في نقابة شمال الجيزة يكون متصل بالمواقع التي تنشئها المحاكم الابتدائية، لأن في تجربة محترمة تم تفعيلها بمحكمة النقض. النهاردة أنا بدخل على محكمة النقض، منظومة محكمة النقض، باخد تاريخ الجلسة، باخد الرول، باخد الدايرة، رقم الدايرة، وأنا قاعد في مكتبي وأنا قاعد في بيتي. طيب عشان المجال الخدمي. المجال الخدمي مهم جدا. تواجد النقيب، تواجد النقيب بشكل، قلناها في النقطة الأولانية، بشكل مستمر. تمام. عليه عامل كتير جدا في حل كثير من مشاكل المحامين اليومية. مشاكل المحامين يعني اليومية أولا مشاكل معروفة مش جديدة، وكلها ممكن تتحل وبيحلوها بعض السادة المحامين بأنفسهم بدون نقيب وبدون مجلس. جميل. لأنها متداولة يوميا. تمام. ومعروفة. لكن النهاردة أحيانا إن إحنا بنشتغل في دور العدالة زي ما بنسميها المحاكم، لا يمكن، قد نعذر القضاة كثيرا ولكن لا يعذرنا أحد، المحامين لا يعذرهم أحد على الإطلاق في مجال عملهم وفي عذابهم اليوم ومعاناتهم اليومية في أدائهم لعملهم. تمام. هذا يتطلب أن الدولة أيضا تتدخل والنقابة تتدخل مع السيد المستشار رئيس المحكمة لتذليل أي عقبة موجودة. طيب. النهاردة أسلوب البروتوكولات مهم جدا تفعيله مع معالي المستشار النائب العام، المحامي العام، السيد رئيس المحكمة، السيد رئيس النيابة الجزئية أو النيابة الكلية. في أمور مهمة جدا ممكن تبسطها وممكن إنهاء نزاعاتها وإنهاء الوقت والجهد والمال ببروتوكولات بسيطة جدا لو تمت. أنا بيسر عليه عمله، وأنا كمان بيسر على المحامين اللي بيأدوا في داخل المحاكم في هذا اليوم أعمالهم. ده دور خدمي مهم جدا، وهو إن احنا نشتغل على إنشاء وتفعيل حركة البروتوكولات اللي تبقى شبه يومية أو مع السادة المسؤولين في كل الفروع. تمام. طيب. في أيضا جانب خدمي مهم جدا. ما احنا قلنا الجانب الخدمي ده في ثلاثة، في نقطة وبينقسم لنقط يعني. كذا نقطة. سواء أنا مشكلتنا، مشكلة السادة المحامين، يعني البعض بيطلب زي ما سعادتك قلت، أولا المحاماة مهنة عريقة، مهنة تشارك السلطة القضائية. نعم. بحكم الدستور وبحكم القانون لا تتحقق العدالة إلا لا يمكن، لا يمكن أن تتحقق عدالة في محاكم. نحن شركاء لقضاء التحقيق وقضاء الحكم. تمام. محامي شريك قاضي الحكم وقاضي التحقيق والنيابة العامة. النهاردة هذا الشريك دوره ايه؟ ما الذي تقدمه الدولة او وزارة العدل؟
او النيابه العامه للمحامين، هذا دور النقابه، تشوف المحامين ايه مشاكلها، مشاكل المحامين ايه اليوميه، او المشاكل التي تطرق فيما بعد تتحل عن طريق هذه العلاقه، في حوار، نفتح حوار، المستقبل يريد حوارا مفتوحا مع الاخر. تمام، لابد من فتح قنوات حوار من النقابه ومن الساده الاعضاء مع الساده المسؤولين. تمام. لان كلك في منظومه واحده، انت تعمل في منظومه واحده، اذا تخلف منها احد عناصر هذه المنظومه، المنظومه لا تقوم بشكل جيد على الاطلاق. طب انت فاضل دقيقه عند حضرتك. انا في برنامج بيضاء ايضا، يعني بصراحه شديده انا بهتم بتوفير كل مستلزمات المحامي تبقى على النقابه العامه، من ادواته زي ايه معلش، كل ما يستلزم المحامي من ملفات وحوافظ وكتب وكودات للقوانين. لابد ان تتوفر، ان النقابه العامه لا تتخلى عن هذا الدور. توفرها له ويوميا، مش اديها له ببلاش يعني. لا 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 فندم، لا لا، اولا النقابه احيانا بتدعم. الدعم يعني بتدعم يعني بتدعم، قد يصل الدعم احيانا الى 50% و25%، وفي تجارب سابقه بكده وده متوفر. تمام. علشان انا احصل ودي الدعم ده، وحقق الدعم ده، لابد من موارد. حقق ده في موارد يا وائل بيه. وفي استثمار للاماكن ايضا، يعني في استثمار للاماكن اللي انا بشتغل فيها. انا ممكن استثمر حجرات المحامين، حجرات بشكل بقى خارج، فكر خارج الصندوق كما تشاء، وانت نقيب ومعك مجلس يؤيدك في قراراتك، عايزين افكار خارج الصندوق. حجرات المحامين يا فندم ممكن يتعمل فيها اعلانات بسيطه جدا تدر عائد شهري انا استخدمه في الاعلانات. انا عندي يتامى وعندي ارامل كتير جدا، بدل ما بتاخد 500 جنيه واعانه 300 جنيه، يصل الاعانه الى 1000 جنيه و2000 جنيه. لو انت قدرت تستثمر غرف المحامين في اعلانات لشركات كبيره او بنوك كبيره وطنيه ومصريه، ممكن تستثمر النادي النهري اللي موجود في اعلاناته، يدر عائد من هذا العائد، توفر بعض الدعم للمحامين في الملابس. هل ممكن استاذنك ننتقل الى الاستاذ؟ اتفضل يا فندم. لسه احنا لسه الحوار يعني تحت امر. الاستاذ خالد الابنوبي، منورنا استاذ خالد، منورنا، ربنا يبارك في حضرتك. عاوزين نسمع من حضرتك ماذا ستقدم لنقابه محامين شمال الجيزه من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان ابدا حديثي في برنامجي الانتخابي، وهو الدافع والداعي الذي دعاني للترشح، أنا عندي شعار دائما أبدا أردده، لو لم أكن محاميا لوددت أن أكون محاميا. المحامين ينقصهم الكثير، سواء على مستوى جمهورية مصر العربية أو على مستوى نقابة شبال اللي احنا مرشحين على مقعد النقيب فيها. حقيقة فعلا احنا برنامجنا بيمس مطالب محامين الجامعة، وبتتركز اهم او اولى فقرات برنامجنا في الشباب. الشباب هم الذخيرة لأي عمل. تمام. والشباب ان لم يكن للنقابة دور في اعداد الشباب وتأهيلهم للعمل في المجال المهني، يبقى احنا النهارده مش شغالين صح. والشباب ينقصهم الكثير، معليك النهارده الشباب متعطشين لجميع الخدمات اللي ممكن تؤدى من النقابه قبل الشباب. ايه هي الحاجات اللي محتاجها الشباب؟ الشباب اول حاجه محتاجين الى تأهيل علمي وعملي، وده لن يتأتى الا اذا كان النقابه العام النقابه الفرعيه معهد للمحاماه. لازم ولا بد حتما كل نقابه فرعيه، مش نقابه شمال الجيزه فقط، تغيير تقول عايزين تستقلوا بالنقابات الفرعيه لا، في العمل مش اللي معهد بشكل المعهد التقليدي، لان المعهد التقليدي المحامين بتفر من المعهد. طب هل ده هيبقى برسوم ولا لا 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 لا، ده دور خدمي النقابه بتاديه قبل اعضائها وقبل شباب المحامين. ودي تجربه احنا خضناها قبل كده، كنا بنعمل ندوات، ولكن الندوات دي كانت بتبقى في غرف المحامين، وكنا بنخلي المحامين بنأهل المحامين للمعلومات، لإيصال المعلومات القانونية إليهم، وكنا بنختار لهم موضوعات معينة، وفي ضوء هذه المعلومات بنخلي المحامين الشباب كمان يجتهدوا في البحث وفي تثقيفهم من ناحية المعلومات القانونية. تمام. وده دور النقابة. أنا النهاردة دور النقابة
ان انا اهتم بالمحامي اولا من النواحي العلميه من النواحي القانونيه. جميل. انا لازم النقابه يبقى لها معهد، هذا المعهد هيبقى ليه ندوات او دورات تعقد بصفه دوريه، هيبقى كل 15 يوم او كل شهر يبقى فيه ندوه، وموضوع هذه الندوه يتناول احد شيوخ المحامين التدريس فيه او المحاضره فيه، يحاضروا فيه للشباب المحامين ويثقفوه. كده احنا استفدنا في النقطه، انا قصدي ايه؟ تمام، هي دي نقطه جوهريه. جميل، نخش بقى على النقطه الثانيه. نخش في النقطه الثانيه، عندنا النهارده نقابه المحامين او الفرعيه لابد حتما يكون فيها اداره علاج، اداره طبيه، لازم يكون في طبيب مقيم، لان احنا الزملاء بيتعرضوا لازمات صحيه. ده كلام جميل. اثناء العمل ما بيلاقوش، ودي تجربه خاضتها نقابه الجيزه برضو كانت سباقه للعمل فيها. كان في اداره طبيه في كل نقابه فرعيه فيها على الاقل دكتور باطنه وفيها دكتور اسنان، دي الحالات الطارئه اللي المفترض ان المحامي ممكن يتعرض لها اثناء تاديه عمله. لازم ولا بد حتما يبقى في لجان، هذه اللجان يتم تفعيلها بشكل يفيد المحامين، لجان ثقافيه، لجان اجتماعيه، لجان للشباب، لجان دينيه. المحامي النهارده لما بيحب يعمل حج ولا بيعمل عمره بيروح يدور على جمعيه اهليه او جمعيه خيريه ويطلع فيها. لا، النقابه لازم يبقى لها دور في ده، لازم النقابه يبقى فيها لجنه دينيه، هذه اللجنه تبقى مسؤوليتها انها تطلع المحامين رحلات للحج والعمره. لازم ولا بد حتما يبقى في مكتبات، مكتبه قانونيه موجوده في مقر نقابه المحامين، هذه المكتبه يلجا اليها كل المحامين سواء الشباب او الكبار، يلجاوا اليها في التحصل على المعلومه، في التحصل على الحكم. ودي تجربة برضو خضتها برضو محكمة الجيزة، وهي موجودة منارة في 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 نقابة جنوب الجيزة، مكتبة يبقى فيها أمهات الكتب سواء من الكتب الورقية أو المكتبات الإلكترونية. المكتبات الإلكترونية معليك دي برضو بتبقى من ضمن الحاجات اللي بيحتاجها المحامي دلوقتي، ولكن احنا برضو مش عايزين المسألة الإلكترونية دي تبقى هي اللي إيه العلامة الفارقة في إيصال المعلومة للمحامي، لان احنا عايزين المحامي يبحث، لان المحاماه بتعتمد على البحث، المحاماه بتعتمد على البحث. اذا ما كانش المحامي هيبحث لا يمكن المعلومه هتوصل له بالشكل اللائق، ولا هو هيقدر يستفيد بها بالشكل اللائق. طيب نمره، هل ممكن استاذنك؟ اتفضل. يعني هنستكمل حوارنا بس معانا الاستاذ علي الصغير على الهواء. اتفضل. اهلا استاذ علي بيه. الو. ايوه يا فندم. الو. الو. ايوه يا فندم. الو يا علي بيه. ايوه يا فندم. علي استاذ علي الصغير عضو النقابه العامه ورئيس لجنه القبول معانا طبعا. علي الصغير. ايوه يا فندم. استاذ علي الصغير. علي صغير. منورنا. تسلم. بمور معانا اخواتك البهوات المرشحين على منصب نقيب محامين شمال الجيزه. ربنا يوفقك. من اليمين الاستاذ مصطفى عباده، ثم الاستاذ ممدوح الماحي، ثم الاستاذ خالد الابنوبي، ثم الاستاذ صبحي القلعاوي. اهلا وسهلا بيهم، الخير عليكم. طيب أهلا. كنت حابب اسمع من حضرتك وانت يعني لك باع في العمل النقابي، اسمع من حضرتك ماذا ستقدم نقابه المحامين باذن الله لاخواتنا المحامين من جديد، واهميه العمل النقابي. اولا انا بمثل على حضرتك وبمثل على كل الساده الضيوف اللي عند حضرتك. الله يكرمك. الله يكرمك. صبحي الالعابي والاستاذ ممدوح الماحي وسياده النقيب خالد خالد ومصطفى بيه عباده. انا بمثل عليهم من النقابه العامه في البرنامج لحضرتك. ربنا يكرمك. وكل واحد منهم يقود نقابة بكامل ما شاء الله. تمام. ويصلح أن يكون نقيبا عاما، لأنهم إحنا تخرجنا لأنهم يقود العمل النقابي ما شاء الله في الجيزة بالكامل. تمام. ونحن بنتمنى لهم التوفيق في كل خطواتهم، وإن شاء الله بإذن الله نبارك لهم بإذن الله على منصب النقيب شمال الجيزة. شمال الجيزة نقابة قوية جدا، نقابة ممتدة جغرافيا زي ما السادة امبابة وسين كاتب مجموعة جدا من الجزئيات والمحاكم الابتدائية تشملها نقابة
شمال الجيزه. تمام. شمال الجيزه أودي نقابه عريقه فيها قامات قويه جدا جدا وقامات عاليه مثل الجالسين مع حضرتك على طاوله الاحتفاء. تمام. انا يعني كل ما تكلم الساده الزملاء النقباء في كافة مجالات الخدمه للساده المحامين اضيف عليها ان المحامي محتاج سقف اعلام عالي، ان المحامي محتاج خدمه نقابيه يوميه اثناء حضور الجلسات، المحامي محتاج في دور العرض على النيابه العامه محتاج تنظيم اكثر مما هو موجود عليه. المحامي موجود ليه تصريف قانوني وتسقيط عن طريق مجلة المحاماة وعن طريق التشريعات وعن طريق كتب الدورية التي تصدر شهريا لي. المحامي مطلوب لي برضو لعملية حضور الجلسات والانتقال بين جزئيات، فلازم أوفر وسيلة مواصلات مناسبة لي تنقله بين جزئيات وبين الابتدائية وبين المحاكم المختلفة في شمال الجيزة. في جزء مهم جدا جدا جدا، يعني انا بتناقش الاستاذة النقباء، شمال الجيزة فيها عدد كبير جدا جدا من محامين الادارات القانونية. مفيش تواصل بين النقابة الفرعية وبين محامين الادارات القانونية الا ايام الانتخابات فقط من هنا. ده كلام مهم جدا. يعني بضع اليد عليها ان لابد ان شاء الله رب العالمين باذن الله من يكتب له النجاح ان يقرر عمل لجنه ادارات قانونيه داخل النقابه الفرعيه عنه. جميل. للتواصل مع محامين الادارات القانونيه. جميل. محامين الادارات القانونيه مشاكلهم كثيره جدا جدا مع جهه اعمالهم، مشاكلهم كثيره مع التفتيش الفني لوزاره العدل في نواحي مختلفه، مشاكلهم كتير جدا في الدوره التنظيميه التي تحكمهم بينهم وبين جهه العمل سواء جهات اداريه او شركات حكوميه او اشخاص عام او اشخاص عام. في نواحي كتيره جدا جدا من الخدمات التي تقدم للمحامي، زي ما قلت لحضرتك كل المحامين على مستوى الجمهوريه من شمال الجيزه بس او جنوب الجيزه او القاهره، رفع الحد الاقصى للمعاش ورفع الحد الادنى كمان للمعاش. ما هو رفع الحد علي بيه، علي بيه، رفع الحد الاقصى للمعاش ده شغل النقابه العامه. ما انا بدي حضرتك انت معايا. انت معايا. ليه بقى حضرتك بعد كده مع حضرتك؟ لان النهارده موارد النقابه العامه من ضمن الحاجات اللي انا بقترحها زيادة مخصصات النقابات الفرعية. زيادة مخصصات النقابات الفرعية دي هتؤدي منها خدمات جليلة وخدمات ملموسة لكل السادة المحامين. منها زي ما قالت النقيب حوافز المستندات، أجندات قضائية، كتب دورية، مجموعة من الكتب الدورية المتجددة المنقحة بأحدث أحكام محكمة النقض. في خدمات كثيرة جدا جدا. أنا بس بركز على موضوع إن شاء الله رب العالمين يبقى في تواصل عن طريق لجنة مع لجنة الإدارة القانونية بكل نقابة فرعية، ليكون هناك تواصل دائم ومستمر مع النقابات ومع النقابة العامة، وتكون همزة وقت بين السابع أعضاء المحامين الإدارات القانونية والمعامل كل النقابة العامة. وأنا بتمنى التوفيق لكل السادة النقباء، وان شاء الله رب العالمين يعني احنا معاهم قلبا وقلبا، وان شاء الله نبارك لهم وربنا يوفقهم لخدمه المحامين والمحاماه، وان شاء الله رب العالمين نلتقي قريبا في حوار نبارك فيه الزملاء، وان شاء الله ربنا يوفقهم وتحت امر. متشكرين يا علي بيه. متشكرين يا سعاده حضرتك، تحياتي لكل الله يكرمك. تحياتنا لحضرتك. تحياتنا لحضرتك يا فندم. متشكرين. اتفضل علي بيه. اتفضل علي بيه حبيبي. كان معانا الاستاذ علي الصغير.
عضو النقابة العامة ورئيس لجنة القبول بالنقابة العامة عن إدارة القناة. نكمل بقى الحوار مع الأستاذ خالد الأبنوبي كده. فاضل حضرتك دقيقتين. لا أنا لسه ما كملتش. أنت حسبت هنرجع تاني. حسبت وقت الأستاذ علي من وقتي. لا والله أنا لسه برنامجي فيه. اتفضل حضرتك معايا. أنا هقول نقط. أنا معاك. مش هفصل. أنا معاك. يعني. أنا معاك. نقابة المحامين الفرعية لازم يبقى لها موقع على الإنترنت. هذا الموقع دور النقابة إنها تعمل تدخل في هذا الموقع زي ما قال الأستاذ ممدوح في موضوع الاستثمار. أول حاجة استثمار مهني ثم استثمار إعلاني أو اقتصادي. استثمار مهني إزاي؟ إن أنا الموقع ده هيتحط الشاشات في غرف المحامين. هذه الشاشات هتغذى بالرول وبالأجندة القضائية. هيشتغل الرول وأجندة قضائية من الساعة 8 صباحا أو 8:30 صباحا، يشتغل لغاية الساعة 11 صباحا، ومن بعد 11 بيشتغل إعلانات. تمام. الإعلانات دي قد تكون إعلانات عن كتب أو إعلانات مختلفة. الإعلانات دي هتبقى ممولة. هذه الإعلانات هتدخل أو هتدير دخل لنقابة المحامين بنتائجها. بنتائجها ماشي. بكل نتائجها. تاني حاجة تفعيل دور اللجان النقابية. اللجان النقابية النهاردة دورها شبه اتقتل، شبه مات. اللجان النقابية أصبحت مجرد تنظيم أو تشكيل داخل قانون المحاماة، ولكنه غير مفعل على الأرض أو على الواقع. أصبح دور اللجان النقابية غير معروف. هتقدر حضرتك فقد هويته ده لازم ولا بده حتما. دور رئيسي وهام من أدوار المنوطة إلى النقابات الفرعية باعتبارها نقابات خدمية أكتر من النقابة العامة. النقابات الفرعية هي نقابات منوط بها الخدمة أو أداء الخدمة وإيصالها إلى كامل أعضائها. طيب. لازم النهاردة اللجان النقابية يبقى لها دور تتفعل. كان اللجان النقابية في السابق على أيامنا كانت اللجان النقابية تمثل النقابة لوحدها. كان أعضائها كانوا معروفين بالاسم وبالعنوان وبالصفة، كانوا موجودين لأنهم كانوا أنشط ما يكون. كانوا هم اللي بيفعلوا المسألة، وكانوا هم اللي بيفعلوا المحامين ويلمهم حوالين بعض. نمرة ثلاثة. أنا فاضل لي جزئيتين اتنين في برنامجي، مع ان لسه مش عايز اظلم الزملاء التانيين. في نقاط كتير بس انا والله هتسمعك تاني. بس طبعًا. انا هدخل على الاستاذ صبحي عشان ما يبقاش حد يزعل مني. انا كده فاضل لي نقطتين. هنسمعهم والله. طيب. هسمعهم والله هسمعهم. ماشي يا باشا. الاستاذ صبحي القلعاوي الامين العام لنقابه المحامين بالجيزه منورنا. اهلا وسهلا بك. ربنا يبارك في حضرتك. نفس السؤال، ماذا سنقدم؟ وخاصة كمان ان حضرتك في يعني في الـ في الـ في العملية نفسها. امين عام. امين عام نقابة المحامين. اهلا وسهلا بيك يا وائل. ربنا يبارك في حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. عليه الصلاة والسلام. صبحي القلعاوي المحامي بالنقد، امين عام نقابة محامين الجيزة الحالي. أقول وأعرض برنامجي على حضرتك. تفضل حضرتك. أنت مش بتعرضوا عليا بقى، أنت بتعرضوا على محامين شمال الجيزة كلهم. أنا بعرضه على السادة المشاهدين. أنا واحد منهم يعني. أهلا وسهلا. فبعرض برنامجي. تفضل. انتخابي. أنا كان ليا شعار، أنا دفعة 90، التحق بمهنة المحاماة عام 91. لجأت للعمل الخدمي وخدمة زمايلي من عضو لجنة نقابية دورتين. لجنة نقابية المحامين بندر امبابا. تمام. ثم مقرر للجنة النقابية المحامين بندر امبابا دورة، ثم أمين عام نقابة محامين الجيزة. حتى تاريخ اليوم كان ليا شعار إن هي رسالتنا أن ننتصر للمحامين وقضاياهم. ننتصر للمحامين وقضاياهم. الشعار ده ملازم لي أنا شخصيا في خدمة زمايلي منذ ما يقارب من 20 سنة، ومن وأنا عضو لجنة نقابية دورتين ومقرر لجنة نقابية. وأمين ما تخليت عن حد من الزملاء. دي رسالتي. ولذلك حتى شعار المرض بيقول لك ولا تزال رسالتنا أن ننتصر للمحامين وقضاياهم. طيب دي نقطة في البرنامج. دي نقطة في البرنامج. تمام. طيب البرنامج، وكلمة برنامج كان برنامج مكتوب أهداف يعني. يعني طبعا. هو نقول إن إحنا رؤيتي من خلال بعض ملامح للعمل النقابي اللي أنا بعرضه على زمايلي أعضاء الجمعية العمومية المحامين شمال الجيزة. اتفضل. نقابة محامين الجيزة، أنا بقول نقابة محامين الجيزة القلب النابض للنقابة العامة. طبعا.
تمام. القلب النابض نقابة المحامين. ونقابة الجيزة طول عمرها متميزة بأداء الخدمة في الخدمات في يعني. الخدمات للجمعية العمومية. وتاريخنا وتاريخ نقابة الجيزة معروف على مستوى جمهورية مصر العربية. جميل. طب احنا عشان نقول ونكمل على ما سبقونا من السادة، اقطعك ثواني، اتفضل. عاوزين نقط ثابتة. احنا بنسجل هوا دلوقتي، أيوة. الناس بتسمعنا. اذا ربنا من على حضرتك وبقيت نقيب او على احد من السادة البهوات، الكلام ده هيبقى مسجل، هيجي يقول له انت في يوم من الايام قلت كذا. فانا محتاج من حضرتك نقاط ثابته واهداف ثابته. طبعا انا مش بعترض على كلام حضرتك، اتفضل يا فندم. احنا كلنا المحامين طلعت بنحب نتجمل، فمحتاج من حضرتك، وانا عارف ان حضرتك يعني نقابي متميز طبعا، ما فيش كلام. فانا محتاج يعني اهداف لاخواتي المحامين على ارض الواقع. زي ما قال استاذي واخويا الكبير الاستاذ ممدوح الماحي، احنا داخلين على قصه ميكنه اداء الخدمه. تمام. فاول نقاط برنامج الانتخابي او الملامح او رؤيتي اللي هي ميكنه اداء الخدمه في نقابه محامين شمال الجيزه. تمام. دي نقطه اساسيه حتى نواكب العصر، لانه ما ينفعش تبقى نقابه محامين الجيزه اللي هي القلب النابض لنقابه محامين مصر انه ما يبقاش فيها عمليه الميكنه حسب الاحتياجات الحاليه للساده المحامين. تمام. فدي نقطة أساسية بالنسبة لي إذا كتب لنا النجاح إن شاء الله بإذن الله، اللي هي ميكنة العمل النقابي في نقابة المحامين. تمام. طيب النقطة الثانية بالنسبة لي ملف مهم جدا اللي هو الخدمة الصحية للسادة أعضاء الجمعية العمومية. ده بالنسبة للنقابة الفرعية. النقابة الفرعية. ومخاطبة النقابة العامة إنه الخدمة الصحية تؤدى من النقابة الفرعية لصالح الجمعية العمومية. جميل. حاليا في الفترة الأخيرة بقى استخراج جواب العلاج من النقابة الفرعية. طب ليه ما يبقاش كل اختصاصات العلاج للنقابة الفرعية؟ ده شيء جميل. يعني ده بالنسبة لي أساسي، لأنه أنا بالنسبة لي كنقابة محامين الجيزة مترامية الأطراف. دقي عجوزة الصبح لو قلت لك أن المحامين يستطيعون أن يقيموا كيان طبي على اعلى مستوى. ما هو ده لسه انا هتكلم فيه يا وائل بيه. انا بالنسبه لي الخدمه الصحيه للساده اعضاء الجمعيه العموميه، انا بالنسبه لي محافظه الجيزه او نقابه شمال الجيزه، دقي عجوزه امبابه مركز امبابه كرداسه الوراق او سيم. ليه ما بقاش في كان طبي ثابت؟ ما هو ده دي القصه. ما هو برضو حضرتك هترتبط بقصه يعني. بقصه برضو ايه الموارد يعني. ده في البرنامج او في الرؤى المستقبليه ان شاء الله باذن الله. أداء الخدمة الصحية لصالح الجمعية العمومية من خلال النقابة الفرعية، وعلى أمل إن شاء الله بإذن الله إن تبقى الجيزة زي ما كانت هي متميزة في الفترات السابقة، هي بالفعل إن متميز. هي تبقى متميزة وربنا يكرم والموارد تسمح إن يبقى في إنشاء مستشفى، ولو مستشفى خاصة بعدد أسرة يكون يتراوح من 20 30 50 ايا كان على حسب كيان يبقى خاص بنقابه شمال الجيزه. تمام. بالنسبه للناحيه الصحيه اساسيه، لان انا مش هجيب حد من زمايلي من على نطاق محافظه المنوفيه او البحيره زي مركز امبابه او كرداسه او كده ويبقى يتواصل مع النقابه العامه. التواصل بين النقابه الفرعيه والنقابه العامه حتى لما تم الفصل بقى في جزئية انك انت متواصل مع كل اعضاء الجمعية العمومية ليك، سواء دقي عجوزة امبابة مركز امبابة او سين كرداسة، بقينا كلنا قريبين. فانا بالنسبة لي اداء الخدمة الصحية ده مهم جدا جدا ان جميل. هو يكون من النقابة الفرعية مع الامل ان شاء الله باذن الله اذا كتب لنا النجاح. وفي موارد هيبقى في حاجة متميزة، انشاء مستشفى خاصة لنقابة محامين الجيزة. تمام. طيب النقطة الثالثة حضرتك، أنا بالنسبة لي في حاجة مهمة جدا وإحنا بنعاني منها كمجلس حالي، إن هي مسألة تكوين ملفات المعاش للسادة المحامين أثناء حياته. لأنه دي مشكلة أنا شخصيا والمجلس عانى منها، إنه بعد وفاة الزميل المحامي مفيش حد من أهليته، خاصة إذا كان من أهليته مفيش حد بيمتهن مهنة المحاماة أو دارس قانون، فبنبتدي ندور على قصة الملف والتوكيل السنوي فدي بالنسبة لي بتبقى فيه مشكلة للأسرة.
فإنشاء ملف أثناء حياة المحامي لمعاشه، وده أعلننا عنه وبعد كده تم إرجاءه أو عدم تفعيله لظروف خاصة بالنقابة العامة عندما تم الإعلان أنه المعاش هيكون بالكارنيه، ولكن فوجئنا. فده بالنسبة لي حاجة أساسية، أنه أثناء حياة المحامي لازم يبقى إنشاء ملف خاص بي بعد عشان ما يتعبش من بعده أسرته. فبالنسبة لي ده أساسي من رؤى المستقبلية لأداء العمل الخدمي في نقابة محامين الجيزة. طب ننتقل للنقطة التانية. النقطة اللي بعديها حضرتك، بالنسبة لي وأساسي دعم شباب المحامين. شباب المحامين وإحنا موجودين بقالنا 5 سنين، شباب المحامين في البداية الشاب عايز مساعدة من نقابته، سواء عن طريق افتتاح مكتب، سواء قرض ميسر، سواء توفير الموسوعات القانونية. تستطيع النقابة الفرعية تعمل ده كله؟ ما هو أستاذن حضرتك، بالنسبة لي حتى لو الخدمة دي لم يكن هناك دعم مادي، فأبسط الأمور تحقيق الدعم المادي عن طريق توفير الموسوعات وتوفير الشيء الخاص بي، توفير الخاص بي من ناحية الكتب. معارض الكتب حضرتك بتبقى متواجدة في النقابة، فلما يجي الشاب والنقابة تبقى هي المتعاقدة مع الناشر، ويبتدي يتعامل من خلالها المحامي الشاب بضمان نقابته بضمان الناشر، فبالنسبة لي ده أنا بوفر شيء للشاب في بداية حياته، لأنه بداية حياته بالنسبة لنا بقى فيها شيء من الصعوبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. طيب. أستأذن معلي هرجع لحضرتك، لأن أنا لسه في البرنامج، لأن أنا ليا رؤى. طب يعني إحنا معانا بس مداخلة من أحد المحامين المحترمين، وكل المحامين محترمين. معانا الأستاذ محمد عبد الغني. ألو يا محمد بيه. يا أستاذ وائل، زي حضرتك. يا أستاذ مشار، ربنا يبارك في حضرتك. معانا طبعا البهوات الأفاضل المرشحين على منصب نقيب محامين شمال الجيزة. أكيد حضرتك يعني على دراية بإخواتنا. حابب أسمع من حضرتك يعني كلامك الجميل. تمام يا فندم، كلهم أساتذتنا وزملائنا، والمركز يشرف بيهم وليس العكس. تمام، شكرا. ونتمنى التوفيق للجميع، وطبعا بنطلب من جميع الأساتذة الموجودين، وتحياتي ليهم طبعا أساتذتنا. طيب، ويا ريت تسيب لنا سؤال في الصندوق عشان هنطرحه عليهم يعني. اتفضل. بالظبط نعرف البرنامج بتاعهم. ما هو البرنامج بعض نقاط من البرنامج طرحت دلوقتي على طاوله الحوار، فلو حضرتك حابب تقول نقط معينه مش شايفها في العمل النقابي. تمام سعادتك، اتفضل. اتفضل. نقاط معينه احنا بنطالب بيها. اتفضل. سعاده النقيب لشمال الجيزه، ايا كان الاسم من الزملاء الافاضل اللي موجودين، كلهم على قدر المسؤوليه. تمام. وبنطلب منهم تخفيف القيود على شباب المحامين، ده حاجه. تمام. مناقشه الضريبه المضافه اللي موجوده على المحامين كافه، خاصه محامين شمال الجيزه اللي بيعانوا. ما هو المحامين كلهم مش شمال الجيزة بس يا محمد بيه. الضريبة المضافة ليست على نقابة محامين شمال الجيزة بس، بنقول على جميع المحامين ومحامين شمال خاصة. انت حضرتك عاوز يعني يبقى في تفعيل من دور النقابة الفرعية يعني. ماشي. تمام. النقابة الفرعية برضه الاهتمام تواصل. تواصل، اقصد التواصل المعاشات، العلاج للمحامين شمال الجيزة، العلاج. تمام تمام. والاهتمام بالمعاملة الحاسة بالنيابات والمحاكم. جميل. وطبعا سعادتك، اتفضل. اتخاذ جهابذة المحاماة ومنهم طبعا النقيب المرحوم احمد بيه الخواجة. تمام. يكون نبراس لنا، ويكون برضو نبراس الاساتذة الموجودين اللي هم طبعا هيشرفوا بهذا المركز، لان طبعا احنا معروف يا وائل بيه المحاماة هي بناء العدالة الثاني مثلها مثل القضاء. لا تتحقق العدالة يا محمد بيه الا بالمحاماة. نعم، اتفضل. انا لا، ده انا بقول لحضرتك نفس الجمله، لا تتحقق العداله الا بالمحاماه. مظبوط. نعم. ان احنا طرفي النقاط في المحاماه والقضاء.
تمام. احنا نطلب من السادة الزملاء الاهتمام بالمهنة، الاهتمام بالمظهر العام للمحامي، التنبيه على السادة شباب المحامين الالتزام بالزي اللائق. ايوه كلام جميل قوي يا محمد. اه اتفضل. المحكمة بزي لائق. جميل. وعدم عدم يعني التبهرج في الملابس. تمام اتفق معاك، اتفق مع حضرتك، اتفق مع حضرتك. ويبقى في تأديب لو حد خالف هذا النسق او هذا الزي المحترم، ويبقى في تأديب ليه من خلال النقابة الفرعية مظبوط سعادتك. تمام تمام. طبعا اهتمام بمعهد المحاماة لشباب المحامين ويجيبوا كبار المحامين والجهابذة زي الأساتذة الموجودين مع معاليك وبرضه زي سعادتك المستشار جليل. الله يكرمك. تعليم شباب المحامين آداب المهنة، احترام الزميل، احترام المنصة اللي هو بيترفع قصادها، اللي بيترفع أمامها، لأن احنا كلنا بنتعلم من بعض. تمام. احنا الاثنين بنكمل بعض ونطلب التوفيق للجميع، وبنشكر سعادتك الحلقة الجميلة ديت اللي أنا بتابعها من الساعة 12 بالظبط. حبيبي حبيبي. إن سعادتك يعني من الإعلاميين الجادين جدا. الله يسترك. بتهتم بقضايا الوطن وبقضايا الزملاء المحامين. الله يسترك، الله يسترك. وأنت أحد الأفراد الله يكرمك في هذا المجمع. الله يكرمك. اللي هو يعني هنقول إيه، المحاماة ديت رسالة نعم سامية. نعم. فعلوا مع رسالة القضاء، هو الاثنين بيكملوا بعض، ونرجو التوفيق لجميع الزملاء الموجودين، ونشكر معاليك على البرنامج والتوفيق للزملاء. متشكرين يا محمد بيه، متشكرين. هيمثلنا احنا بنرتضي بيه. الله يكرمك. احنا اللي فينا النزاهة والاحترام. الله يكرمك. الله يكرمك. وكله يا صدق. تمام متشكرين. كان معانا الاستاذ محمد، متشكرين يا محمد بيه. كان معانا الاستاذ محمد الافغاني المحامي بالنقد واحد الافراد نقابة محامين شمال محامين شمال دايرة امبابة. دايرة امبابة. طيب نرجع للبهوات اللي معانا في الاستوديو. كان لسه ليا وقت يا قلبي اكمل لك نقطة والاستاذ خالد ليه نقطتين، وهنرجع برضه للبهوات اللي لان انا يعني طيب لسه بقيت هستسمح حضرتك ده بستأذنك يعني. مش نرجع لنقطة من هنا عند الاستاذ خالد ونرجع لحضرتك نقطة تانية عشان برضه نرجع للبهوات، يعني يبقى احنا ايه ما افتقدناش يعني ما حدش خد وقت من التاني. لا يبقى بس نرجع للاستاذ مصطفى من الاول. طيب نرجع للاستاذ يعني مصطفى عشان رغم ان انا ليا وقتي في والله العظيم انا باصص في الوقت عشان ما حدش يزعل مني، لان انا ليا يعني ليا اعتقد ان انا يعني ماشي في الامور عشان ما حدش يزعل مني. لا 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 مش مشكله خالص. طيب نبدا من الاستاذ مصطفى عباده. حضرتك سمعت الاستاذ محمد عبد الغني؟ ايوه. وسمعنا من الاستاذ علي الصغير؟ ايوه. واعتقد ان هناك مشاكل حقيقية، يعني هو أثار نقطة خطيرة جدا زي المحامين والمحاميات. رأي حضرتك إيه؟ أنا كان في الأول لما كنت موجود في نقابة الجيزة كقائم بالأعمال طلبت من بعض الزملاء، قلت لهم يا جماعة لازم نعمل لجنة اسمها لجنة الانضباط. لجنة الانضباط دي لازم تكون موجودة جوه المحكمة في كل المحاكم. تمام. تبقى موجود لجنة انضباط. لجنة الانضباط دي كل عملها انها تتعامل مع المحامي اللي هو مستهتر بالمهنة اللي هو داخل فيه داخل المحكمة. هل في نماذج حدثت وحصلت تم معاقبتها؟ ايوه. مش تم احنا انا في جلسة تم تأديبها يعني. في جلسة من الجلسات حضرتك. طب ايه نوع التأديب الذي وقع على المحامي في هذه المسألة يعني؟ بتقدم شكوى للنقابة العامة. بيحصل معاه ايه؟ بيحصل معاه تحقيق. طب وبعد التحقيق؟ بعد التحقيق اذا التزم ممكن النقابة تلزمه بان هو يكون على لا يتكرر الفعل تاني يا استاذ. بالظبط. يعني بيديله بتبقى طبعا مش حلوه في ملفه في النقابة. بالظبط. في قواعد عقابيه، في قواعد عقابيه. انذار الاول، ابتداء من توجيه الانذار او توجيه اللوم او الايقاف عن عمل لمده محدده. اتفضل. تستطيع النقابه توقف؟ أيوة طبعا. كل أيوة دي جزاءات. طيب انا اسف يعني بعد اذن حضرتك هسمع الحته دي الجزئيه دي من الاستاذ ممدوح. وائل بيه كل كلام اللي قاله. هل تستطيع النقابه الفرعيه؟ ايوه يا فندم تستطيع. واحنا لما بنقدم برنامج مكتوب هذا البرنامج اللي ياتي من فراغ، هو احنا حاسين بالمشاكل اللي بتحصل من ضمن برنامجي، وهو يعني حسن النظر للساده المحامين والظهور في المحاكم بالزي اللائق. حضرتك بس الكتاب عن المايك بس عشان الصوت. لا يمكن لا يمكن ان انت النهارده في ظل تواجد المحامين وخاصه اذا كانوا شباب. تمام. لابد ايضا انك توجه الاول بحسن النظر. انا ما بشوفش قاضي داخل المحكمه من غير بدلة زي محترم.
وجرافطه، ما بشوفش وكيل نيابه داخل المحكمه من غير بدله وجرافطه. انا بعايز اعملك كده، تمام تمام، انا عايز اسويك بالمظهر، لان هي مهنه المحاماه اصلا هي مهنه شكليه، يعني القانون كله قايم على الشكل، حقيقي القانون حقيقي، ومهنه المحاماه جزء كبير منها قايم على الشكل. فانا بدي لك مظهرك وبراعي فيك، تمام، وانبه عليك واوعيك على المظهر اللائق، يعني ده يعتبر رده أيوة اهدافك في البرنامج، موجود في البرنامج، تمام، ولجنه الانضباط والسلوك موجوده في البرنامج، تمام، حتى لو اضطرينا نحلهم للتحقيق. بس قبل ده لاحظ بقى ان في بعض المحامين الشباب معذورين، معذورين في شراء بدله او بدلتين او ثلاثه في بدايه، النقابه تدعم بقى، ايوه فندم، هنا بقى دور النقابه. طيب، انا مش عايز احمل برضو المحامي الشاب ده هذا العبء، انا عايز، وقلت في بدايه حديثي، المعارض الملابس المستدامه، ما عملوش كل شهرين ثلاثه معرض، المستدامه لابد من استدامه المعرض، تمام، ولابد ان النقابه تتدخل بدعم زي ما قال معالي المشوار خالد بيه. طيب انا هستاذن حضرتك، اتفضل يا فندم، معلش يعني نحاول بس ايه، انا خلصت، ربنا يبارك فيك، شكلنا ممدوح بيه. نرجع للاستاذ خالد، نرجع تاني، هنقول احنا عندنا محورين تستكمل بقى، عندنا محورين احنا المفروض اي نقابه فرعيه تشتغل عليهم، محور مهني ومحور خدمي، تمام. المحور المهني ان النهارده النقيب المحامين اللي المفترض المحامين كلهم متفقين على ان النقيب لابد ان يكون مهنيا، وان يكون حامل ملفه وكتفه في كتف المحامين في كل الجلسات وكل المواقع العمليه. محتاج نقط، النقط آه. النهارده احنا بتقابلنا ازمات اثناء عملنا وممارستنا لمهنتنا، هذه الازمات النقابه لازم يكون لها دور فاعل في حل هذه الازمات. مشكله تجديد الحبس، مشكله تحقيقات النيابه العامه، مشكله حضور الجلسات وتنظيم مواعيد بدء الجلسات، مشكله تنظيم استراحات المحامين، مشكله توفير، ده في البرنامج بتاع حضرتك، ده في برنامجي طبعا، تمام، تطوير استراحات المحامين، تمام، استراحات المحامين لازم، عشان النهارده اقول استعاده الكرامه تبدا من الشكل، تمام، شكل المحامي يبدا من الغرفه اللي بيقعد فيها، تمام، الاستراحه اللي بيقعد فيها لازم تكون طيب طليق. ننتقل للنقطه اللي بعدها، الشكل الثاني ان المحامي لازم فعلا اوفر له البدله بتاعته، وده عن طريق توفير معرض بدل دائم يبقى في النقابه، اللي لا يستطيع ما عندوش المقدره الماديه ان هو يشتري، النقابه تساعده، يتقسط له، يتع فيه اصلا من ثمنها. المكتبه القانونيه، مش دوري ان انا اطبع له كتاب او انقل كتاب من حته اوزعه عليه، لا، ده انا دوري ان انا اختار له الماده العلميه اللي فيها، اعمل حاجه اسمها مكتبه المحامي وانا اللي اختار الماده العلميه اللي فيها، واحط الكتاب بتاعي واوزعه على شباب المحامين، انا اللي اختار له مكتبته القانونيه اللي هي فعلا هيحتاجها اثناء عمله وممارسته للمهنه، اذا كنت فعلا ناوي اثقفه جنب المعهد اللي احنا قلنا عليه. نمره 2، نمره 3 في الشكل. النهارده المفترض النقابه، احنا اتكلمنا كلنا عن المعاشات وقلنا المعاشات، مفيش حد فينا قال ان النهارده المحامي لما بيتوفاه الله وينتقل الى رحمه الله، اهليته بيجروا في ورا النقابه جري يلهسوا لهس عشان يوصلوا لحقوقه ويصرفوا له معاشات. انت بتتكلم فيها استاذ صبحي؟ لا يا باشا، انا بتكلم في محور تاني، انا ما بتكلمش في تجهيز المستندات اللي ما هو قال عشان بيتعبوا في تجهيز البيت. انا في فرق ما بين اني انا اجهز ملف المحامي قبل ما يتوفاه الله عشان يبقى مستحق المعاش او لا. المفترض ان ابسط حقوق المحامي علينا اللي يبقى المحامي عايش في صولجانه وهيلمانه ويبقى محامي قد الدنيا مال الدنيا في كل حته، وبعد ما يتوفاه الله اولاده يلهسوا ورا النقابه عشان يحصلوا على حقوقهم. ابسط فروض التكريم للمحامي اللي يتوفاه الله ان يبقى في لجنه في كل نقابه فرعيه اسمها لجنه المعاشات، وهذه اللجنه معاشات يقوم احد الساده اعضاء المجلس حضرتك اذا ربنا من على حضرتك بهذا هتقيم هذه طبعا. طيب لجنه المعاشات، انا استاذن حضرتك، هي اللي توصل لاهليه المحامي معاشه لغايه بيته. طيب، هي اللي توصل له شيكه لغايه بيته. طيب انا استاذن حضرتك، اتفضل يا باشا، اتفضل يا استاذ صبحي، عشان ما حدش يزعل مننا. لا يا باشا، لا لا اتفضل. ما هو البي قطعت كلامه واديته للاستاذ ممدوح، يعني ما اتكلمتش. هتتكلم والله تاني ان شاء الله، بس انا مش انا اخشى بس ان يعني انا يا دوبك قلت بس انشاء لجنه الانضباط والاستاذ ممدوح بدا يكمل، انا ده اللي انا قلته. طيب حاضر، هنرجع لحضرتك صح بل. نستكمل بس الاستاذ صبحي. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اتفضل. فبالنسبه لي استكمالا للرؤى المستقبليه، تمام، وملامح البرنامج الانتخابي، تمام، وقفنا عند اعداد ومساعده شباب المحامين. في جزئيه حضرتك اللي هي خاصه بالمعاش زي ما قال الاستاذ خالد، انا لما بقول في برنامج الانتخابي ان انا بأعد ملف المعاش للسيد للزميل اثناء حياته، على اساس المشكله دي احنا بنعاني منها
انه بنقعد ندور كنقابه فرعيه ومساعده اهليه الزميل المتوفي. فالجزئيه دي حضرتك انا بشيلها منه اثناء حياه المحامي يتم اعداد هيتم عمل لجنه برضه في البرنامج ده حضرتك احنا لجنه لتكوين الملف الخاص. طيب بالنسبه لي حضرتك شباب المحامين حديث التخرج تمام، المحامي بمجرد قيده في نقابة المحامين وينتمي إلى نقابة شمال الجيزة لازم يتم متابعته، لازم يتم متابعته من خلال إلحاقه بمكاتب السادة المحامين المحترمين، لأنه على حسب المحامي الشاب وإلحاقه بالمكتب لما يبقى في مكتب بيتعامل من كل القضايا وبيتعامل من منطلق إنه يزكي في المحامي الشاب احترامه لذاته واحترامه لمهنته. السادة المحامين، السادة المحامين لا يقل شأنا بل يزيد، سواء قاضي أو عضو نيابة أو ضابط، لأنه إحنا كلنا كمحامين أهل القانون، أهل قانون وبنعتز وبنعتز بنفسنا، ويبقى الواحد نازل من بيته بيعتز بنفسه بيعتز بأهليته. فكمحامي شاب لما أجي أنا كنقابة فرعية وبلحقه وتابعه في العمل فأنا بوفر له البداية الصحيحة اللي هي هتزيل المشاكل اللي هي في المستقبل. طيب في نقطة تانية؟ لا انا استاذن معليك، انا بالنسبة لي حتى لو اقول النقط وبعد كده نشرحها يعني. طيب انا بس عشان وقت البرنامج طيب. انا هعمل ايه بقى؟ انا هقول النقط مسلسلية سريعة وبعد كده طيب يعني. في دقيقة؟ في دقيقة اتفضل. قصة بالنسبة لحضرتك توفير المواصلات اللازمة، لان انا قلت ان محافظة الجيزة توفير المواصلات اللازمة للسادة المحامين وزيادة عدد الاتوبيسات، دي نقطة لان انا مترامي الاطراف على مستوى الجيزة. طب انا عندي موضوع تاني نتكلم فيه للاستاذ علي الصغير. انت فاهم كلامي، انا مش محتاج تفسير، انا عاوز النقط عشان خاطر السادة المحامين تسمع. ما فيش مشكلة بالنسبة لي. توفير مواصلات، توفير زيادة عدد الاتوبيسات لخدمة السادة المحامين بين محاكم شمال الجيزة تما. طيب الادارات القانونيه، الاستاذ علي الصغير قال انه الجيزه فيها نسبه ادارات قانونيه عاليه، الادارات القانونيه ليها مشاكلها الخاصه، لازم النقابه الفرعيه طبعا ضمن البرنامج. طيب انا بالنسبه لي تشكيل لجنه لعمل بروتوكولات مع رئيس المحكمه والمحامي العام ورفع الامر ان استدعى للنقابه العامه ومساعدتها في كل ده كلام جميل. طيب كلمه من الاستاذ مصطفى في دقيقتين عشان من حضرتك في نهاية الحلقة في دقيقتين هناخد البهوات بعد حضرتك، اتفضل. اتكلم فيه بالظبط. وجه للمحامين شمال الجيزة كلمة في دقيقتين، رسالة مباشرة، اتفضل. أقول إن شاء الله لو ربنا وفق بإذن الله في حاجات كتير جدا هتعمل للمحامين، وخاصة إحنا قلنا ذكرنا كلنا شباب المحامين ولكن نسينا شيوخ المحامين. شيوخ المحامين النهاردة لهم اهتمام كبير جدا زي شباب المحامين. طيب زي ما انا زي ان انا هراعي شباب المحامين لازم اراعي شيوخ المحامين. طيب دي رساله. اتفضل. رساله حضرتك يا استاذ زمان لجموع محامين شمال الجيزه. بنقول لهم احنا متواجدين معاكم. تمام. احنا منكم، احنا في خدمتكم، احنا متواجدين يوميا في المحاكم. تمام. مشاكل عارفينها، بنعاني منها زي ما حضراتكم بتعانوا تماما. تمام. كل أملكم وطموحاتكم بإذن الله قادرون على تحقيقها، ونحن لم نتقدم لهذا المنصب إلا إلى تغيير حقيقي بالفعل من خلال ممارستي المهنتي التي أحترمها والتي أقدرها. نعم. وأعلم جيدا كل مشاكل المحامين وكل طموحاتهم وأملهم، وأهدافنا وبرنامجنا سهل وميسور تنفيذه بإذن الله. الاستاذ خالد الابنوبي كلمه لشباب لمحامين شمال الجيزه. والله رسالتي لكل محامين شمال الجيزه بل لكل محامين مصر، رسالتي انزل شارك اختار، احسن الاختيار، احسن الاختيار، دقق في الاختيار، دقق في اختيار العضو او النقيب اللي هيمثلك. المساله يا جماعه مش مسائل شكليه، بلاش النهارده لا نحسن الاختيار ونختار بعض او نزكي بعض بالصداقة أو بالصحبية دون النظر إلى النواحي أو الجوانب الموضوعية في شخصية المرشح المعروض عليكم. ما تجاملش حد في صوتك، ما تجاملش، أنت بتجامل حد في مستقبلك وفي مهنتك وفي مصدر رزقك. المفروض المحامين ما تجامل، أنا اللي شايف فيا عدم الصلاحية ما يدينيش صوته، واللي شايف فيا الصلاحية هو اللي يدعو لي ويوفر علي جهدي، هو اللي يدعو إلي ويقول لا هو ده اللي يصلح لهذا المنصب. ما تجاملش، ولازم تنزل السلبية اللي فينا
ان احنا ما بنشاركش وبعد كده بنقعد ننقد بعض. لا، لو احنا شاركنا ونزلنا وقلنا راينا، تاكدوا ان احنا هناتي بمجالس فعلا تبقى قائمه على كل شؤون المحامين بالامانه وبالجديه المطلوبه واللي بيتمناها المحامين، بدل ما نقعد ننقد بعض. طيب يا جماعه انزلوا وشاركوا، يا جماعه ما تتقطعوش عن نقابتكم، يا جماعه ما تتقطعوش عن مرشحينكم، اللي ما تعرفوش اسال عنه. طيب. كلمه اخيره من الاستاذ صبح الالعاب بالنسبه لمحامين شمال الجيزه. بالنسبه لي رساله من حضرتك، رساله للساده المحامين اعضاء الجمعيه العموميه لمحامين شمال الجيزه. تمام. ولا تزال رسالتنا مستمره، ولا تزال رسالتنا مستمره لخدمه الساده المحامين وقضاياهم. أوليتموني الثقة على دورات متعددة، ونتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم، موجود بينكم منذ ما يقارب من 30 عاما، وأنا موجود بين زمايلي، متواجد منهم بين في المحاكم في جميع مشاكلهم وجميع القضايا اليومية التي تمس مهنة المحاماة، موجود بين زمايلي أعضاء الجمعية العمومية. فأنا بتمنى إن شاء الله بإذن الله للجمعية العمومية حسن الاختيار، وشكرا للسادة الحضور. كنت مع حضراتكم النهاردة مع أبطال وبهوات شمال الجيزة المرشحين على منصب نقيب محامين شمال الجيزة. كنت معاكم وائل أبو شوشة، بشكر الأستاذ مصطفى عبادة، بشكر الأستاذ ممدوح الماحي، بشكر الأستاذ خالد الأبنوبي، بشكر الأستاذ صبح الألعاوي. أنا تشرفت بحضراتكم وكنت سعيد جدا بهذا اللقاء، وبشكر إدارة القناة إن هي أتاحت لنا وقت فوق الوقت للبرنامج، وبشكر فريق الإعداد، وبشكر المخرج، وبشكر كل من ساهم في هذا المشهد. متشكرين جدا يا جماعه. اسمح لنا نشكر حضرتك وهنتصور صوره جماعيه، بس استاذن استاذ وائل عشان بس يبقى احنا كلنا في الاول وفي الاخر اخوات، وبنتصور كلنا في مشهد اخوي. مش هعرف اقول. بعد اذن حضرتك اتفضل يا مصطفى بيه. اتفضل تعالى يا مصطفى بيه. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى بيه اتفضل.